اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم نتائج تخصيص البعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 والتي تمت بناء على أعلى المعدلات التراكمية وعدد البعثات المخصصة. نعم، جاء ذلك لدى استقبال وزير التربية والتعليم الطلاب والطالبات الأوائل من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى مملكة البحرين، حيث كانت لهم الأولوية في تخصيص البعثات الدراسية طبقا لمعدلاتهم التراكمية على مستوى البنين والبلد. وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت من المعدل الأكاديمي التراكمي معيارا وحيدا للتنافس على البعثات الدراسية.